طيب في الحقيقة النهاردة عندي أخبار كتير جدا مهمة، لكن الأهم من الأخبار دايما التفاصيل اللي نتكلم فيها. وأنا عايز أبتدي بخبر لازم نقف عنده ونتكلم فيه حبة حلوين. يعني خبر أعلن عنه النادي الأهلي امبارح بالشكل الرسمي، هو تجديد التعاقد أو تمديد عقد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي، وده على غرار الجزئية الهامة جدا جدا اللي بيتبعها النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت، إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بالتنسيق طبعا مع لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق، وهو بخصوص تمديد تعاقد اللاعبين التي أو الذين تقارب تعاقدهم على انتهاء. وده أمر مهم جدا إن أنت تبقى مركز إن أنت إزاي تجدد اللعيبة المهمة دي. فبالتالي نقطة حمدي فتحي وأليو ديانج أنا عايز أقف عندها شوية لأن ده كان خبر مهم. الأهم بقى من الجزئية دي إيه؟ لو تفتكروا الأسبوع اللي فات، بس الأسبوع اللي فات ده على طول طلع بعض الإعلاميين، أو مش بعض الإعلاميين، هو إعلامي واحد يعني وله كل الاحترام والتقدير يعني، تمام؟ طلع قال لك إيه؟ قال لك حمدي فتحي في مفاوضات مع بيراميدز وفي تعاون مع النادي الأهلي وفي تنسيق وتواصل، وده هيحصل خلال الفترة اللي جاية، واللاعب قرب يروح بيراميدز. حصل ولا ما حصلش؟ ولا أنا بجيب كلام من عندي؟ حصل؟ حصل. وطلعنا احنا وضحنا لحضراتكم تاني يوم على طول، قلنا لحضراتكم وردينا على الأقاويل دي وقلنا إن التعاون مع بيراميدز باب التعاون معهم مقفول تماما، مقفول تماما. واتكلمنا ووضحنا وقلنا وازاي ومش ازاي، وطلبنا من بعض الاعلاميين يا ريت تتحروا الدقه يا جماعه بعد اذنكم في اخبار منطقيه واخبار غير منطقيه. واتكلمنا بكل احترام وادب جدا زي ما احنا متعودين، اتحدى اي حد يطلع لنا اي تجاوز في اي حلقه من حلقاتنا خالص. لكن لقينا بعديها بقى ايه، وانا ما رضيتش اتكلم ساعتها والله لان كان في اولويات يعني، لقينا بعديها ايه تلقيحات بقى من الاعلامي ده وله كل الاحترام برضه، تلقيحات بقى وكلام كتير وكلام ان ازاي ومش ازاي ومش هرد ومش هعمل وكلام من ده. قلت لها احنا اللي كلامنا صح، واحنا بصراحه مالناش في جو التلقيح ده يعني، احنا دايما بنجيب على طول الاسم وبنتكلم، بس انا المره دي مش هجيب الاسم لان هو بيزعل يعني، الاسم مش هجيبه لانه بيزعل وبيتضايق. لكن في كل الاحوال طلع مين اللي صح؟ في ناس تحاول تعمل كده فرقعه ملهاش اي لازمه. ساعات في حاجات اخبار تبقى منطقيه اقول لك برافو عليك اجتهد، مفيش مشكله خالص، الكل لازم يجتهد في المجال ده. لكن في بعض الاحيان في حاجات ما بيبقاش ليها لازمه وحاجات مش مطلوبه ومش في وقتها اطلاقا. لكن الاهم من كل ده في الحقيقه هو محافظه النادي الاهلي على قوام الفريق. بتشوف العناصر الاساسيه والهامه جدا جدا وتجدد معاهم او تمدد عقودهم. وده شغل اتبعه النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، سواء من خلال حمدي فتحي وديانج وقبليهم محمد شريف وعلي لطفي وقبليهم سعد سمير والشناوي. وان شاء الله بعد دول كمان هيبقى في امور اخرى هتبقى مهمه لكل جماهير النادي الاهلي وبالنسبه كمان لقوام فريق النادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه كان لازم ان احنا نقف عندها.